الجنوب ليالي تلقى فيها برد وشمس شمس تروح من الغروب دودة 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 بدأت الحدودة جديدة ومش متعادة مع ابن بطوطة دودة 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 بدأت الحدودة جديدة ومش متعادة مع ابن بطوطة هتلف شمالها جنوبها غربها شرقها تعرفها قارات العالم هتشوفها أنهارها جبالها بحورها وتروح لشمالها جنوبها غربها شرقها تعرفها ومن البطوطة وقالها الجغرافيا كل جمالها هتعلمنا حاجات وهنفهم ونلف في الدنيا تحلى أول مرة أعدائنا يمارسوا نشاطهم الإجرامي بالشكل الكبير ده من غير ما نوقفهم عند حدهم المشكلة إن أنا ما نعرفش خططهم إيه كل اللي نعرفه إنهم بيجمعوا الحاجات النادرة زي الشعاب المرجانية والشجر والطيور الحاجات دي محتاجة مكان كبير جداً علشان تتحط فيه صح مكان كبير ومنعزل إندونيسيا فيها آلاف الجزر اللي ما بيسكنهاش بشر ده اللي كنت بفكر فيه راجعي خريطة أندونيسيا يا ملك وشوفي فين أقرب جزر من الأماكن اللي أعدائنا ظهروا فيها في جزيرتنا دي هنفتتح أكبر منتجع للحياة البرية في أندونيسيا ومع الوقت هنضم حيوانات وطيور نادرة كتيرة هنسرقها من كل دول العالم طب انت قلتلي هنضخم الجزيرة عشان تاخد الحاجات دي كلها هنعمل ده ازاي؟ بالريموت الخارق ده بتضغط وتنشن على اي حاجة تقوم تكبر في ثواني بعد البحث لقيت حوالي 10 جزر احتمال كبير جدا نلاقي اعدائنا فيهم هايل خدينا على اول جزيرة فيهم أنا مستغرب ليه أعدائنا اختاروا يسرقوا حيوانات وطيور من بين حاجات كتيرة جداً في إندونيسيا لأن الحياة البرية هنا ملهاش مثيل في أي مكان تاني في العالم وحسب الإحصائيات العلماء بيقولوا إن إندونيسيا بتحتل المركز التاني على مستوى العالم بعد البرازيل في التنوع البيولوجي أنا لاحظت إن الشعاب المرجانية بيعيش حواليها أنواع كتيرة قوي من أسماك الزينة غير أسماك الزينة في أنواع تانية من الأسماك ليها أهمية اقتصادية لأنها بتقوم عليها حرفة الصيد وبتعتمد عليها صناعات كتير قايمة على أسماك الأنشوجة، المكريل، السردين، التونة وغيرهم كلها أنواع بتعيش في المياه المالحة بالإضافة للمياه المالحة أندونيسيا فيها بحيرات عذبة كتيرة بيعيش فيها نوعيات تانية من الأسماك أكبر بحيرة في أندونيسيا هي بحيرة توبا وتعتبر الأكبر من نوعها في جنوب شرق آسيا لأن طولها بيوصل لمية كيلو متر وعرضها 30 كيلو متر ثروات كتيرة جدا علشان كده البلد متقدمة اقتصاديا ساعد على ده كمان وجود كم كبير من الثروات المعدنية زي النحاس، الذهب، الفضة، القصدير والنيكل ده غير احتياطيات البترول والغاز والفحم اللي خلت لأندونيسيا مكانة هامة جداً في منظمة الأوبك مسحت أول جزيرة مسح حراري ومفيش أثر لأعدائنا ندخل على الجزيرة اللي بعدها شجر في كل حتة
ودرجات اللون الأخضر كلها في كل مكان. ده نتج عنه ثروة كبيرة جدا ناتجة من تجارة الأخشاب وتصنيعها، وخصوصا خشب الأبانوس والتك. الأخشاب في الغالب بتيجي من أشجار جزيرة سوماترا وجزيرة برونيو وجزيرة بورنيو. بالإضافة للخشب كمان إنتاج أندونيسيا من الخيزران والروطان مميز جدا، وبيدخل في صناعة السلال والأساس. ده غير إن قلب شجر المنجروف بيستخرجوا منه مادة بتستخدم في دباغة الجلود وصناعة الأصباغ. مش لاقي أي أثر لأعدائنا على الجزيرة دي كمان؟ أكيد هنلاقيهم يا ملك. هقرب من الجزيرة التالتة. هي إندونيسيا بتزرع بن؟ طبعا يا زياد. الأول لازم تعرف إن النشاط الزراعي في أندونيسيا هو النشاط الرئيسي للسكان. أكيد نسبة كبيرة منهم بيشتغلوا في الزراعة، أكتر من نص السكان تحديدا، والنشاط الزراعي مرتبط بيه حرفة الرعي، والنشاطين بيساعدوا في دعم الصناعة بأهم العناصر اللي بتحتاجها. زي إيه؟ زي المطاط اللي بيدخل في كتير من الصناعات، ومنتجات الألبان والجلود الناتجة عن الثروة الحيوانية اللي بتتربى بأعداد كبيرة. أكيد الثروة الحيوانية هي كمان أدت لوجود صناعات مميزة. أكيد، زي الملابس والمنسوجات والزجاج والصابون، ده غير مصانع تجميع السيارات ومصانع الأسمنت والورق والمواد الكيماوية. ابن بطوطة، لقيت أعدائنا أخيراً. كله تمام كده، زرعت كل الشجر، جه وقت تكبير الجزيرة. ايه ده؟ الريموت اللي كنت هستخدمه لتكبير الجزيرة اختفى. انت تقصد الريموت ده؟ لا 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 لا، البتاع ده خطر، سيبه من ايدك. خطر ازاي؟ لازم نجرب لما نبقى نشوف بقى الريموت ده بيعمل ايه. السفينة كبرت قوي، ما تعرفش حنسوها ازاي يا كومندان السواقين. الريموت بيكبر الحاجات بس، استنى لما اخترع ريموت نصغر بيه السفينة.